الله بالخير. اليوم بسوي شاورما بالفرن، تابعوني شوفوا الطريقة شلون عجيبة. تتبيلة الشاورما في الأسود: بصل، بهار مشكل، زنجبيل، بابريكا، ملح، برتقال، ليمون، زيت وروب. بشر الليمون وبشر البرتقال. نشرح صدور الدجاج، صب هذا الخليط الجميل. شحم غنم، نسكر عليها. على مروحة الفرن ندخلها ونخليها ساعة ونشوفها إن شاء الله. لعمل طحينة: روب وطحينة وخل وكمون وملح، بصل وبغدونس وزيت زيتون وليمون وصمان، نخلطها ويا بعض. شوف الشاورما داخل الفرن ايش حلوها، بعد مرور ساعتين على الله شوف ايش حلوها الشاورما المنزلية. هذه الشاورما خلصت بعد مرور ساعتين، الشاورما ما شاء الله شوفوا الدجاج، شوية سلطة، نحط شوية شاورما، طحينة، شاورما صح.